لوز محمر، عندي سمنه كريستال الصفراء، ملح وفلفل. كل الكلام ده جميل. اول حاجه بنعملها حضراتكم دلوقتي، عايزين نعمل حبه العيش المتحمصين اللي يفتحوا النفس على الاكل. طبعا عندي بوكيه جرني هنا بيغلى على النار، اللي هو بصل وجزر وكرفس ورق لورا وتوم وحبهان وكل الحاجات الجميله دي اهو كده. عشان اعمل حبه فته جمال، اعمل حبه فته حلوين. طيب، وهنعمل الرز الابيض بتاعهم معاهم برضو. طيب، هنجيب بقى العيش الاول خالص قبل ما نشتغل، نعمل ايه؟ هنحمص العيش بتاعنا بطريقه جميله وحلوه. طيب كده، هنا ادي العيش البلدي بتاعنا الجميل. عايزين نعمل انجر فته حلو بمرد الله. كده ده العيش بتاعي اهو. نجيب دول كمان بالمرة. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هنقول لحضراتكم هنعمل ايه. عندي طاسة على النار، عندي سمنة كريستال الصفراء. بسم الله الرحمن الرحيم، احط شوية كده على النار. ادي التوم بتاع النهاردة. طبعا الحلقة عندنا يبقى لازم يكون فيها توم كتير. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب كده هنا فرمت التوم بتاعي عشان هستغله طول الحلقة بدل ما كل شوية اوجع دماغكم. ادي شوية توم اهم كده. اطلع كده بيهم بره. ده التوم، شوية كمون، شوية كزبرة ناشفة، سنة جوز الطيب، شوية شطة، شوية بهارات، شوية ملح، شوية فلفل. كل الكلام ده اهو بجيبه هنا كده. بعد ما عملنا كده زحطكم زي ما انتم شايفين اهو على العيش بتاعي. ده العيش بتاعي اللي انا هحمصه. طيب كده نبدا نقلب العيش ده كله مع بعض. ها
عايزين نعمل حاجة بضمير وبمزاج وبحب، تكون كل حاجة عندنا حلوة وجميلة، كل حاجة تبقى عندنا حلوة وجميلة. طيب عندي صينية هنا، ده الصاج بتاعي اهو، ادي العيش بتاعي، سمنة كريستال الصفرة اهو. انا عن نفسي لو حطيت حبة العيش دول قدام مني بالتوابل الجميلة دي، مش عايز حاجة ان انا اقعد اقرقش فيهم كده واكل، وابقى مستمتع قوي بيهم، اخش بيهم الفرن. تمام كده. طيب نبدأ بقى، ادي الشوربة بدأت تغلي، او اللحمة بتاعتي اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. كده عايز اللحمة بتاعتي تعيش حياتها زي ما عايزة، ادي شوية ملح شوية فلفل، وادي الغطا بتاعي. حلو الكلام ده زي الفل. طيب نبدأ نتعايش مع بعض كده. عندي بصلاية مع البوكي جرنيه، هاخد بصل بس بزود لها بصل تاني، مش مشكلة عندي. طيب نشوف بقى هنعمل ايه دلوقتي. نبدأ نعمل الرز بتاعنا. عندي حلة سخنة جدا، عندي سمنة كريستال البيضة، ادي الرز بتاعي، عشان الحلة سخنة جدا، الحلة بتاعتي سخنة جدا، بروح بعد كده نازل عليها بسمنة كريستال البيضة اهي، ده السمنة البيضة، نغطي كده، اطجن الرز بتاعي زي ما انا عايز. لازم الرز بتاعي يسخن عشان يطلع معايا زي الفل كده. ادي الملح بتاعي، طبعا كل حضراتكم كلنا واخدين على الفتة بتتعمل بالصوص الاحمر او بالطماطم، النهاردة بنعملها بصلصة، صلصة الزبادي. لكن ممكن في حد ما بيحبش الصلصه البيضاء عايز يعملها بالطماطم، انت حره، محدش ليه حاجه عندك، كله طبع رغبه حضرتك كده. بقلب الرز بتاعي، عندي هنا كده بدات اللحمه تغلي، اسقي الرز بتاعي كده اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. مهم عندي الحلة تكون سخنة، ده الرز بتاعي اهو، حبة زيت زيتون، ادي شوية ثوم مفرومين، مكعب مرق اهو، يبقى هنا زي ما انتم شايفين حضراتكم كده عندي توم على النار مكعب مرق، وادي والرز بتاعي اقلبه، كده عندي نشا
لو عايز ازود كريمه لباني ازود كريمه لباني، لكن انا كده ماشي في الطبيعي. كده ده التومة بتاعتي اهو، ده الصوص الابيض بتاع الفتة يا جماعة، ادي نعناع وكزبرة خضراء اهو كده. نعم يا فندم. ها؟ اه شكرا 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 استاذ حنتيره. بتصلى على النبي بقى على الصبح. ايه ده اقول هديت. ماشي. بصوا بقى حضراتكم، ادي الصوص الابيض، خلي بالك عشان ما يقطعش منك اهو. صلاة النبي احسن، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده سنة ملح، سنة فلفل، مش عايزه يغلي كتير على النار، مش عايزه يغلي كتير على النار. ابص على العيش بقى بتاعي، عشان كده العيش بتاعي لحقناه اهو كده. في الفرن، اطلع ده بره كده زي ما حضرتك شايفين، اروق مكاني، نشيل ده على جنب. يبقى ادي اول حاجه. بعد كده عندي صوص تاني، ادي نعناع اهو. كده طاسة تانية على النار. كده شوية زبدة، شوية ثوم. هو اليوم النهارده كله ما تقلقوش، هتقولي بقى الثوم والدنيا ومش عارف ايه، احنا يوم زي شم نسيم بنتعود ان احنا بناكل السردين والملوحه والحاجات دي كلها والفسيخ، فدي بقى فيها ثوم كتير. عايزه تخف الثوم ده حسب رغبتك، انا ما عنديش مشاكل. ادي اول واحد صوص، الصوص اهوت، ادي الرز عندي بتشرب كده. اجيب بقى عندي هنا، هنعمل لسه ضلع، هنعمل النيفه. بطلع الرز بتاعي على النار الهاديه عشان اهو كده اتشرب براحته على الشوايه. انا عندي في المطبخ بشغل كل الالات الموجوده عندي، مفيش حاجه بركنه على الرف، الشوايه بتشتغل، كله بيشتغل اهو. يبقى هنا ده كده عندي ده اللوز او صنيبر او اي ايتم انت عايزاه اهو، مع الزبده مع التوم اهو، تحمر كله مع بعضه. ده العيش بتاعي.
العيش بتاعي بعد ما تحمر اهو، وادي اللوز شغال، ادي شوية النعناع اهو كده، ده الصوص اللي في الاخر بحطه على الوش. الريحة طالعة، مش عايز اقول لكم بصراحة عشان لو قلت لكم مش هتصدقوا. طيب هذه اللحمة هو دايما اللحمة بتبقى هوبر، بس احنا ما عملناش هوبر قوي يعني. اللحمة ريحتها حلوة، الواحد صايم وحد بيصوم في العيد. بس المخرج قال لي ما تاكلش حاجة وانت شغال. الشوربة دي أحسن حاجة عندي بقى. ادي شوية شوربة. نعم يا فندم. نعم؟ اه ما انا بقول هو حد بيصوم في العيد يا عم. كده ده اسقسق كده اهو. لازم تشرب من المية بتاعتها. طيب كده هنشتغل بقى يلا. سقسقنا بالفتة زي ما احنا عايزين اهو. صلاة النبي احسن. حط الصوص بتاع النار شويه يسخن. ده الصوص بتاعي، نديله شويه شوربه صغيرين. Thank you.
كده هنشوف هنا فيش لحمة تاني خلاص. طيب يلا دي الفتة بتاعتي كده استأذنكم واخد فاصل وارجع لكم تاني. اول غير المحطة وهتروح في حته.